إخوتي في العقيدة، قال تعالى في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحبة، حقيقة قول ابن آدم كور رميسي قال يا مسلم هي الموت بقيري نفولو دوني دان شوكتا واي بحيسا. رسولك ربي اتش على ابو تلمامي: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذه هرطا اذا نوغل ان اني وارتا ما شرتبا اله الا سبحانه وتعالى ادغنا واري ميس جيري تذكر دبا جيريون كل تشعليا جيريون كل نعبيا جيريون كير با جيريون كوين با جيريون. ولكن هل الموت نهاية حياة أم بداية حياة؟ أيها الإخوة، جارد وصفر وقف نولك تجي ونول شربت أبلابيا وقف كبحي نول شي امتحان كاهي وتجي نول شي جوابت اللي هلي الأسئلة الحرجة ببلابيا وقف كاسي سؤالها نرى شواذا يقف بناء دنا من لويديه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام حت المامية قف كمرك حباش الله ديقه إيه لغا دريره إيه وسنقر ددتك كردقا قيم مغليه ورع النعل كبها تقف تقفتو دي ساقو سي مغليين لك عندونه ونفتو ديبو سوان غنس. إذا نفتو حكا مغنيت فترة يربي نفتي جسدكو كلا مغنائيه كدبنا نلول عصبو بلابايا وحب بلابايا دار عصبو تغي ودن جديدو تغي يسأل عن هويته أو هويته وحل ويديني يا هوية دادو محيط من أنت لما ويديني يه وردوني دي محال حوالا كتبين لما ويديني يا محال عرور رشي لما ويديني يا محال دار رستي لما ويديني يه قبيل كاضحي عدي ويدين ما يسد دولادات كتر سنين لكن هوية انت بك قد سبال ويدينية. من ربك وما دينك ومن نبيك وسؤال هذا الله ينوصي شيئا انت انو دوني دا كورنو الله اي يا ربي سبحانه وتعالى ينوصي شيئا انسو هاشي اللي انو ويدين دونه حدنا وحاو نبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام داد كيب بدنين اي قرم وايدو. سؤال مقدمة وأظهر حيثته جواب تيدا دقيقة جيسي وإن بدن يضل لك ورما ياد مغشي لكن إنسانك حالة دنبت مركة اعتماده مركة وبقاء وهم فريره وح بدن وملكه هي يا ممدي حيث كتري بالما أرضي بو سوغو ما انتو دم وحسو أخرين يا وح بدن سوغ غيبي هذو نحمرك امتحانك بلابيو واهي الماما وحبضنا وحصوصنا مركو امتحانك كسوا بحيد دبدا يمادو ايو ديبو حصوص طايدة هوري ليسو عشا سنعين كاسيهن تانا واتقل ضعيم حوي اللابي انساكو هذو بقو لابما لقو بچين اياكو ايمان ايا من الكود النوع كلي اندو هودو قاب كليهين كو ارققح قلين ايولو تلق ليري كو ارققح قليان مانتا نفاق ما تشيروه غش ما تشيروه منافقين تو مانتا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ريدت لك النحلي ضد بضنبا مانتا ربي الله السلام بانحي نبي محمد بان رسول كي عليه الصلاة والسلام ضد بضنبا الدنيا له مركا سمى إيش هاسلة تغو ما جري دونتو إناد منافقيسو ما جري دونتو تمثيليات إناد روايد متلي دونتو وحصوا بحضور حقيقة هذا وحيتي
إذن أيها الإخوة، ساشكوات، ومن ربك؟ من سيدك ومن مالكك؟ يا كو ربها يا كو سيدها انت دوني دا جوكتي فعلا أدوان باضحي. الإنسان عبد وحان هين من نقضه، إنسان كمر نبع حرية مطلقة مقاره. الإنسان في حياتي وعبد، لكن وحي سويدين تلي مالتا اللي مويدين اياه واركو ماذا دون واحد يا ربي قاها يا سيد قاها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دونده وحنا قلت الماما يا تعس عبد الدرهم والدينار، تطبع الدوم معه لكن وحي الدوم مويهين الدرهم والدينار الدوم كان يسيد اللوغ حق سدي الدوم مويهين وحسن اللي مويدين آخره وسؤاش أمن ربك. أيها الإخوة، عجبت إنسانك وحاكمده سؤاشا ما انتيل وابورا الويدي. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المامية، وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إلهي وحينا شغي سبحانه وتعالى آدم دبر كيسي انت غير نبي آدم وردن لغا ساري وحردن لدون وردن انت لغا ساري. هل سؤالين إلهي ويدي؟ إلهي وحكو إلي ألست بربكم؟ ورر نبي آدم وربقين ما أحيبا إلهي سبحانه وتعالى رر نبي آدم أن تاوي قرانه بلا بيلي إله وربق يباطحي. إلهي وحلي سبحانه وتعالى وحسده ويالي إن إذن هدو طفراد الله إيمان. والإنسان من طبعه النسيان، بنا آدم كالطبع عدي سوحا كمدين وحلابه وادي اللو دي سؤاشا ربك ويدي وقت غير عضي. رسول با إلهي صادر من باب التذكير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلهي وحلي هدنا مركا لأيدن قبصان ما يأينا الرسول صادر مويان. رسول با الله صادر سؤاشي دبنا حصوصيسا انت إنو أدونك جوغنا إنو شاكتا من ربنا يا إنو ربي. إلهي وحلي سبحانه وتعالى، ولو أنا هلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. حتى أن هلاقي لهابا إلهي إلهي سبحانه وتعالى إنت أن رسو شوي ما نموحى ورن الله إيه. ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا إلهما رسول الله سودرت. إذن أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى وحوين أشياء قيد دوني ذا مركة إنو النمي سؤاشا إنو إنو ويدية وحكى الله إن أشياء قيد دوني ذا مركة إنو كبحنو وغوهو الرئيس إنو حبالتقنو سؤاشا وغوهو الرئيس اللي إنو ويدين دونين إيتي نفسو هابا سو نغانس إنت إنو دوني ذا تشوقنا إلهي بأي نوشي وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات واحيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب سبحانه وتعالى وحينا شيئا أدونك نينو حقي سكو إنتو هون دونا كل ما أن دونا أدونك إنت اللي تشوغنا إنو يسوي هيك وحنا كأوهية وحنا كفرحية. الضحك الضحك هي والبكاء إلهي سبحانه وتعالى هو سوي روك عن تيديك وجران بولي أنه هو أضحك إساقا بنا أدمك كقصلية إساقا كأوهية إساقا الدلة إساقا النورية سبحانه وتعالى سينا المسألة دواه المامن ورانك واحد دعاك صار ورون من ربنا بيك صار ورين سقاشن يصدح ميلود بقرانك واحد صار ورين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا وابعث فيهم رسولا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آمنا سقاشا يصدح ميلود بقراك وحكوسا أراري إن لين بره إنتين تنكب حينين إن برنا ربنا إن برنا إن ربنا الله سبحانه وتعالى
sideedaba ducada macasunada ku soo aroortay waa laba lafdi un bay u badan tahay. Ima bismi aljalaala, ilaahi subxaanahu watacaala magiciisa rasmiga allah, allaahumma inaad ku ducayso. Wa imaa bisifati rabb, rabbana sifada inaad ku ducayso. ducooyinku labadaa unbay ku soo arooraan. aakhira markaad tagtana, tii dunida markaad joogtay rabbana aad lahayd ayaa ugu horreysa wax lagu weydiiyo, man rabbuk, wariya kuu rabbi ahaa intaad dunida joogtay. ilaahi subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إلهي وحليه سبحانه وتعالى يثبت الله في الحياة الدنيا الذين آمنوا. إلهي وحسوا غيا كو إيمانك لغيها لين لشأ دنبك سوا غيا محالك سوا غيا عند ورود شبهات. marka shubahaadka bini'aadamka caqligiisa khalkhal galiya ay yimaadaan, ilaahay hidaaye iyo yaqiin buu ku sugayaa. marka ay timaado curuudu shahawaat, waxyaabaha nafta weeciya ay naftu jeceshay markay timaado, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sugayaa maa axabahu llah, inuu ka horumariyo maa tuxibu nafsu. walidaalika ilaahay wuxuu leeyay yuthabitu llahu aladiina aamanuu fi lxayaati dunya, inta ay adduunka joogaan ilaahay baa sugaya subxaana watacaala, aakhirana ilaahay baa sugaya. aakhira xaggee ka bilaabantaa? min alqabr, qabrigee ka bilaabantaa aakhiro? marka la weydiiyo man rabbuk, nebi maxamed wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inta mu'minkii inay odhan doonto rabbiy allah, gaalka iyo munaafiquna inuu odhan doono haah laa adri, haah laa adri, inuu ku jawaabi doono garan maayo. ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wayudilu llahu aldaalimiin, ilaahay waa luminayaa inta dulmiga samaysa. dulmi waxa weynaa shirku billaah, inaad ilaahay subxaanahu watacaala u shiriik yeesho waa dulmiga dulmi u weyn. ina shirka la dulmun cadiim, dulmiga waxaa ku xiga wixii ilaahay xuquuqdiisa aad dulmido. cidda daalimiinta noqota ilaahay wuxuu leeyahay sugi maayo, laa fi dunya walaa fi laakhira, adduunkana la sugi maayo aakhirana la sugi maayo. ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala wayafcalu llahu maa yashaa. ayuha laxiba, su-aalo kale aynu mashquul ku nahay, waxaynu mashquul ku nahay wixii la cuni lahaa, waxaynu mashquul ku nahay wixii la dhalay, waxaynu mashquul ku nahay su-aalo intooda badan aan aakhira laysweydiinay. alas'ila alxarija, sunnada nebi maxamed waxay sheegaysaa xabaashana in saddex su-aalood laysku weydiiyo marka lasoo baxay ilaahay laysortaagana in afar laysweydiiyo. labadaa goore su-aala ah wuxuu nebigu tilmaamayaa qof kasta oo bini aadami inuu marayo. xabaasha saddex baad ku maraysaa, man rabbuk, wamaa diinuk, waman nabiyuk. marka lagu soo saarana laa tazaalu qadama cabdin buu nebigu tilmaamay, inaanay zuule qofna meeshuu taagan yahay inaanu ka dhaqaaqi karin, rigid inaad ku tahay, inaad qotanto. ilaahayyana afar su-aalood lagu weydiiyey, alas'ila alxarija weeyaan, waa su-aalaha dhabta ah ee nolosha intaad joogta aad u baahanta inaad ka diyaar garowdo, waa su-aalaha dhabta ah ee aad u baahanta inaad hadda isweydiiso, waa su-aalaha dhabta aad u baahan tahay hadda jawaab ma u haysaa. haddaanad hadda jawaab u helin fatradan, haddaad jawaab weydo waxa la hubaa inaad hadhowna jawaab helaynin. ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhafa la weydiisto. aalimiin, waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, waashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun. ayuha laxiba, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina aladiina laa yarjuuna liqaa'a waraduu bilxayaati dunya waطma'anuu biha waladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum annaaru bima kaanuu yaksibuun. ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati yahdiihim rabbuhum biiimaanihim tajri min taxtihim alanhaaru fii jannaati annaciim. أيها الأحبة،
إلهي وحول يكوى الدنيا مركي تشوغانا أن لا كولان كي يرجيني أن سؤالها سديار كبواهي أنا إن الله شهد حسابته وجر ووردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها بإلهي رالي كل نقضي نلوش الدنيا وحلق قبطه وإطمئنان كحس لي بإلهي لي سبحانه وتعالى نلوش الدنيا يوحيا بها كريا لي رالي كيين حوك سيادية هلستادية مشغول كذا كاسان مطمئن كيين ما انتو تاسوه لو مطمئن القلب مستريح البال وقف دريم يينو فرحي دريم يينو راحيستي دريم يينو قوليستي كوا إلهي وحلي سبحانه وتعالى والذين هم عن آياتنا غافلون اي آياتك يغنم موقن با إلهي لي وحن دقنين بحيي اي وحان وحسو ساري بموق إلهي وحقوت المام يولايك ما واهم النار واسي هوي قود والنار عكسي قود قوة إيماني عمل صالح لغهلي يهديهم ربهم بإيمانهم إلهي سبحانه وتعالى وهنورنا إياه أيها الأحبة قرآنك هداد أخرضه إنت لفظ ربك سواء أرورتي ووحت ربنا بل إلهي سبحانه وتعالى آيات بضنبو إنتو إستصفائيه فالق الحب والنوى مرق صوت المام في سورة الأنعام آيات ربنا إلهي تلمام يسد وحو أبو ري خلق غنم يسوليه أي ربي وحكو قبقبين إياه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم واركاسب إله إليه سبحانه وتعالى وربك خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل إليه سبحانه وتعالى في سورة يونس وحلي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إلهي وحينا شيرين وعركان أبو ريال للكن إيه وحينا نمعها يسنور دانا نساقو ليه أرن كاينو يساقو مامره هداد فقر كجرته هداد لبكو حيسته هداد نعمة يسنتي يدبر الأمر إلهي سقى سبحانه وتعالى دوني دتن تدبير كذا لي ليس هناك رب سواه ذلكم الله ربكم فاعبدوه إلهي سبحانه وتعالى وحلي وكاسوا ربكين عابدا ذلكم الله ربكم فاعبدوه آيات كمكلة المامين ربين ويهي وحتى بطأ اللينين عابد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلهي وحين لي سبحانه وتعالى هبين يمالني سيقا قدية ويسدح قلية عد عدا سيقا يسخرك الدنيا كلها وحنو لتشوغا الدون إن الشيقا عد عدا بستعمالها لولا الشمس إلهي هدانو عد عدا ما يشاردقين الدون كما تشيرين وح الله لي وحا إن رجدون إدي الله داركت أو إندركت وحقيمة عد عدا إلهي وحلي وسخر الشمس والقمر سقايدين تسخيرية ما عندكم من شيء وحكتين يا لا مجران ولذلك بإلهي وحين لي ذلكم الله ربكم والله سار ربقين له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إساق قداشي أمسكو دي كوا بري إيسان عابد إيسان واروح مما هنتان بألا لي سبحانه وتعالى في سورة الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تؤفكون إلهي وحلي سقايدن أبوري سقايدن كأبوري في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث على شهو يدين ربي سبحانه وتعالى يسقيدك أبو رأى أطوار مر الهدف سنبري عنروف حنشر مضغة لفة هلب وحاسدا سقى إلهي أطوار تايد سنبري
ميل مقدية صدحة أي ربي سبحانه وتعالى إنك أبوه ذلكم الله ربكم قال ربك الدبيسينية في سورة غافر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أيها الأحبة أدونك أن نكون الله ربا إسكاله مركو إنا أبوري أيو إنا نعمي وحد دوني ديال لي أينو نفسريني أينو نوريني أينو موديني أينو حوكسرينو ونعمة دي سيئر سوال ولاقينو كدبنا إنينو عابدنا قلو إنا ويدي أدونك مركو إنا كانيسو أشاسو إنا ويدي ألستو بربكم مالين تاينو كبحنا إيكو وادنا نفس السؤال بار ربي إنا ويديني سبحانه وتعالى نفس السؤال من ربك وردوني دي انت تشوفت يا قول ربي أها حوين براي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك كوردية أي وردي سكم من نغطى المركز أدونك انت تشوفك العليا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إنو كم من نغطى يكوى سيبا أيها الأحبة مالك استقف بلسيسي ذا جريودي مالك استنا حباش المتنع مالك استوحن لنا قفة إنه امتحانك وقينانا لنا هل هو يدي سؤاله كل يوم قفة غدا وحد لاضي ربي قاي سهرتاك أسئلة ده هكو يديه أدوغنا أدو حباش الدولتاك مباد الله تهي أما أنا دو حبك الوغي واتكسوا نقول سوادي الله بيسا أدوغن كم باتكم مشغول تهي أهل مادة ددان الله إيا الرسول طانا رويسين بالا نوشي سيدو ديوك له ونولاننا وقتك كان حاوبا هانتي إنا ربك كفكرته إنا عربك وهيسان نبي محمد إلهي سبحانه وتعالى مركا يدبتو كبا دطي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بإلهي قال إنت سؤوكا تكتوه وقنهي إن لابتك عريريا بدونته حاد عريري قال الله بيتك قبا حسامك لقا حكمته إلهي وحكوري فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عكس هذا إلهي وتلمام مركا يدبتك قبضته إلهي عرفك هيبالو تنزيه يا ربك حصوصنا هذا برار يستوك وليستوك إلهي وحليه مركانا ربي لا وحاسوسنا أفكا مسلم كاهي مرنبا مل الذكر كالي إذا تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله حلقة بالمركة إلهي وحليه فصبح وتصبح سو وتصبح سو معنى هذه الوحوية أن نرش مركة عريري تهي إلهي ذكر يسهي نرش مركة برواقة تهي إلهي ذكر يسهي في كل أحوالك عند العرب كابو حسيات كور رمتي كشي كيسي أبضان هذا الحيسي لنوش هاي ربي قاها النغط اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. إخوتي في العقيدة قال تعالى في كتابه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحبة حقيقة قول ابن آدم كور رميسي قال يا مسلم هي الموت بقيري نفولو دوني دان شوكتا واي بحيسا رسولك ربي أجع لابو تلمامي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد هذه هرطا إذا نوغل أن إني وارتا ما ترتبى إله إليه سبحانه وتعالى هذه نواري ميس قيري تذكر دنبا قيريون كل جعليا قيريون كل نعبيا قيريون كير با قيريون كوين با قيريون ولكن هل الموت نهاية حياة أم بداية حياة؟ أيها الإخوة قارد وصفر وقف نولو الكتقي ونولو شربت أبلابي وقف كبحي نولو شي امتحان كاهي وقتقي نولو شي جوابت اللي هلي الأسئلة الحرجة بلابي وقف كاسي سؤالها نولو شوى داقي قف بناء دينا من لويديو نبي محمد عليه الصلاة والسلام محط المامية قف كمرك حباشا لديقو إيه لغا دريرو إيه وسنقر دددكي كردقاقي مغليو ورعي النعل كبها شقف شقفتو داي ساقو سي مغليين لكي عندونا ونفتو ديبو قصوان غنس إذا نفتو وحيكا مغنيت فترة يربي نفتي جسدكو كلا مغنائي كدبنا نلو العصب بلابايا وحب بلابايا دار عصب تقي ودن جديد تقي يسأل عن هويته أو هويته وحل ويدين يا هوية ذات محيط من أنت لما ويدين يه وردوني دي محال حول كتبي لما ويدين يا محال عرور رشي لما ويدين يا محال دار رستي لما ويدين يه قبيل كاضحي عدي ويدين ما يسد دولادات كتر سنين لكن هوية انت بك قد سبال ويديني من ربك وما دينك ومن نبيك وسؤال هذا الله ينوسي شيغي انت انو دوني دا كورنو الله هاي اي ربي سبحانه وتعالى ينوسي شيغي ان سؤال شال لين ويدين دونه حدنا وحاو نبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام دا كيب بدنين اي قرم وايدو سؤال مقدمة وأضحض حيثته جوابتي دقي سي وإن بدن يضع لك ورمياد مغشي لكن إنسانك حالة دنبته مركة اعتماده مركة وبقاء وهمفريره وح بدن وملكه هي يممدي حيث كتري بألوما أرضيبه سيقول ما أنت أردن وحسو أخرين يا وح بدن سوق غيبي هذو النحمر كو امتحانك بلابيو واهي الماما وحبدنا وحصوصنا مركو امتحانك كسوا بحيد دبدا يمادو ايو ديبو حصوص طايدة هوري ليسو عشا سنعين كاسيهي تانا واتقل ضعيم حوي اللابي انساكو هذو بقو لبما لقو بچين اياكو ايمان ايا من الكود النوع كليه اندهو دقاب كليهين كو ارققح قلين ايو اللو قطلق ليري كو ارققح قليان مانتان نفاق ما تشيروه غش ما تشيروه منافقين تو مانتا بلا إله إلا الله محمد رسول الله بيدتك كدحلي ضد بضنبا مانتا ربي الله السلام بانحي نبي محمد بان رسولك عليه الصلاة والسلام ضد بضنبا الدنيا له مركز ما إيش هاسلة تغو ما جري دونتو إناد منافقيسو ما جري دونتو تمثيليات إناد روايد متلي دونتو وحصابح دون حقيقة ذات وحيتي إذن أيها الإخوة ساشكوا ومن ربك من سيدك ومن مالكك يا كو ربها يا كو سيدها انت دوني دا جوكتي فعلا أدون باضحي الإنسان عبد وحانهين من نقضه إنسان كمر نبع حرية مطلقة مقاله الإنسان في حياتي وعبد لكن وحي سويدين تلا مالتا اللي مويدين اياه واركو ماذا دون واحد يا ربي قاها يا سيد قاها
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دنيا وحنا قلت المامية تعس عبد الدرهم والدينار تطبع الضماء لكن وحيا الضمويهن الدرهم والدينار أدون كان يسيد اللوغة حق سدي الضموي وحسل ويدين آخره وسؤال من ربك أيها الإخوة عجبت إنسانك وحاكم ده سؤال ما انتيل وأبورا الويدي إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكت المامية وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل